وصلنا مع حضراتكم لفقرة التقارير اليومية اللي بنعدها لحضراتكم حول أبرز ما رصدناه النهاردة على مواقع السوشيال ميديا من تعليقات وصور وفيديوهات منتشرة على مواقع السوشيال ميديا. منها بوست منتشر على الفيسبوك بعنوان سيلفي الاستقالة، كمان احتفال الفنان رامي صبري مع جمهوره على الانستجرام بنجاح أغنيته الجديدة، تعليقات وأخبار متنوعة على مواقع السوشيال ميديا هنتابعها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. أخبار وصور وفيديوهات وتعليقات ساخرة بينشروها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا في برنامج الحياة في مصر حريصين اننا نقدم لكم كل جديد. سيلفي الاستقالة ده عنوان بوست منتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشرته بنت متصورة صورة سيلفي بعد ما قدمت استقالتها من الشغل وكتبت الحمد لله سبت الشغل، والبوست انتشر بسرعة جدا من نشطاء السوشيال ميديا بالتعليقات زي ازاي نسيت اخد سيلفي الاستقالة وانا بسيب الشغل، وتعليق تاني بيقول اللهم استقالة زيها، وتعليقات تانية بتقول اللي عجبني في الموضوع فرحتها بالاستقالة، تعليقات كتير كوميدية بين الناس اتشجعت تقدم استقالتها، وفعلا عدى ساعات وبنت تانية نزلت بوست بصورة ليها وكتبت سيلفي الاستقالة. نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على الحساب الخاص ليه على موقع إنستجرام خبر حصوله على جائزة أفضل شخصية عربية في قطاع الصناعة العام 2018، وبدأوا نشطاء موقع إنستجرام بالتعليقات لأبو هشيمة بيباركوله وبيقولوله أنه من أذكى رجال الأعمال ويستحق الجائزة وأكتر. رحاب عز الدين، الحياة في مصر.